مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 5.7 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 631,036 سهما بقيمة إجمالية قدرها 212,939 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 25 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 67% من القيمة الإجمالية للأسهم.